بنحتفل بجميع أنحاء العالم بقدوم هالشهر الكريم، شهر الخير والبركة، وبتختلف العادات والتقاليد بحسب اختلاف البلدان. باجتماعنا على موائد الإفطار وتقديم أفضل المأكولات يلي بتعبر عن حضارتنا وتاريخ بلدنا، ولكن بكل دول العالم العربي بتنطلق محلات الحلويات للعمل كخلية النحل بزيادة منتوجها من الحلويات اللي بالتأكيد ما بتخلو منها موائدكم. كل عام وانتم مجتمعين على سفرة واحدة من قلب القدس وعبر شاشة فلسطين، برحب فيكم ببرنامج رمضان مقدسي. أنا هلأ موجودة عند الأخ وديع الحلواني عشان نشوف كيف بدنا نعمل قطايف وكيف عم بيستقبل رمضان لهالسنة. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك أنت أكيد عبر شاشتنا. الله يخليك. شو عم تعمل قطايف؟ والله بتجهز قطايف، تجهيز قطايف، هذا قطايف رمضان. ما شاء الله متحمس الأخ وديع اليوم، عم تستقبل رمضان بحماس. أنا والله كل عام وانت بخير، احنا بنستقبل رمضان دائما. وانت بخير، احكي لنا كيف بتستقبل رمضان؟ يعني انت لك 28 سنة بهالمحل، 28 سنة، 28 رمضان مر عليك. نعم. من قلب القدس، نعم. كيف عم تستقبل رمضان هذا العام تحديدا؟ سنة طلعي بدي اخت داليا، من السابق كان رمضان له بهجة أكثر من هيك بكثير، كان في هدوء وراحة بال يعني، ووضع اقتصادي كويس مع جميع الناس. اليوم رمضان بمرق، يعني رمضان هذا بمرق، بس يعني يدوب انه تقوم بالصيام والصلاة فقط لا غير، حتى قلوب الناس مطفية مع الاحداث اللي بتصير، اكيد مع كل الاحداث اللي عم بتصير حوالينا بمدينة القدس، كل الاحداث يعني زي نقل السفارة للقدس، زي شهداء بغزة، هذا كله بأثر على وضع الاقتصادي وعلى الجو تبع رمضان. أكيد رمضان. الجو بشكل عام على قلوبنا إحنا ونفوسنا ونفسياتنا أكيد. كيف الناس استقبلت رمضان؟ كيف كان إقبالهم على شراء القطايف؟ بما إنه طبعاً الكل بيعرف إنه القطايف هي الحلويات اللي لا تخلو موائدنا منها خلال هالشهر الكريم. احكي لي أخ وديع، كيف كان إقبال الناس على شراء القطايف؟ والله هو بالنسبة للقطايف وشهر رمضان يعني مربوطين ببعضهم. صحيح. فيش مائدة من الموائد في رمضان بتحلي من القطايف أو أنواع الحلويات الثانية. طبعاً. القطايف هي أكلة تراثية، يعني تراثية كاملة، ويعني حتى الأطفال الشباب الصبايا كلياتهم بيستنوا رمضان عشان يأكلوا قطايف. هلا بعد رمضان يعني القطايف بيختلف وضعه، يعني بصير مش اكله عاديه بس في رمضان. بيختفي من السوق القطايف من بعد رمضان؟ بيختفي، حتى لو ضل موجود قليل اكله، يعني صدف لا شهوه بيجوا بيشتروا. حلو. اما بالنسبه يمكن نلجأ لانواع الحلو الثانيه احنا. طبعاً. من بعد رمضان خلينا احنا هلا باجواء رمضان. انا شايفته عم بضيف ازحه، طبعا الازحه من المكملات الحلوه للقطايف. احكي لنا عن العجينه اخ وديع، كيف العجينه؟ من شو مصنوعه؟ العجينه مصنوعه من الطحين ومن السميد ومن الفانيلا، من البيكنج باودر، من الحليب، من السكر، عدة شغلات، وبتراوح بين شخص وشخص شو بحط عليها يعني. حلو. يعني من كل محل لمحل. كل هاي على فكرة الأمور اللي حكيتها بتمد الصائم بالغذاء الملائم لإله، طبعا من بعد صيام يوم طويل. كمان إذا بدي أعطيكم نبذة عن تاريخ القطايف، هي تعود للعصر الأموي، وأول من تناول القطايف كان الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك عام 98، وفي هالشهر الكريم كان بشهر رمضان المبارك. طيب خليني أساعدك، أنا حابة يعني بما أني جيت عندك اليوم بدي أساعدك.
نعمل قطايف سوا؟ نعمل قطايف ليش لا؟ يلا بنجرب. هاي التجربة الأولى لإلي رح تكون إني أنا أعمل قطايف. تفضلي تعالي امسكي هذا هون هيك. كمان كمان لا كفاية كفاية. أيوة هي يلا تفضلي. المقدار نظري صح؟ نظري طبعا على حجم ال بس. تمام. طبعا انا بس بدي احكي لكم شغله، انا بهني الاخ وديع انه عم بيشتغل وهو صايم بهالحم، حم الفرن هذا. اوكي انا قطايفات كبار عم يطلعوا. طبعا سخيه. اوكي هيك تمام. انا اسفه كبرت لك اياهم بس يلا اول تجربه. شو رايك فيي؟ شو رايك بشغلي؟ انت ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. اوكي تفضل. انا لهون بكفي لانه تعبتي. يعطيكم الف عافيه. طيب احنا هون اهل القدس على شو بنعتمد اكثر؟ احنا بنعتمد على الشوي منهم، بنشويها مع السمن البلدي. مع السمن البلدي بنحط عليها السمنه البلدي وبنحشيها بالجوز والقرفه وشويه جوز هند كمان بنحط عليها. كمان بنحط الجبنه بنحط عليها، بنحط عليها نتفة سمنة بلدية على الفرن، بطلع من الفرن على القطر مباشرة. الله، يعني أنا بتمنى لو كان في آلية بالكاميرا أنكم تشموا ريحة القطايف قديش زاكية اللي أنا هلأ شممتها. طبعاً هي أكلة بدنا نحكي إنها تراثية بتعبر عن عادات رمضان، وإحنا بدنا نشكرك أخ وديع إنك استقبلتنا معك. شو بتحب تحكي للمشاهدين خلال هالشهر الكريم؟ أول شيء كل عام وأنتم بخير، وبنحكي الشهداء الله يرحمهم، الله يصبر أهاليهم، والله ينصر المسلمين والإسلام وينصر فلسطين ويرجعها وأصحابها يأخذوا حقوقهم منها ونرجع للأقصى وللوطن تبعنا إحنا سالمين غانمين. كل عام وإنت بألف خير وإن شاء الله السنة الجاي باجي عندك والأوضاع كلها إن شاء الله. أهلا وسهلا.